جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذا كان مجموعة في سيارة ومعهم نساء وكبار سن، هل يجوز على بقية الرفاق أن يدفعوا إلى المزدلفة لرمي الجمرة، لرمي الجمرات بعد منتصف الليل؟ الجواز يجوز للضعفة والمرخص لهم ولمن بصحبتهم من الأقوياء، يجوز الدفع للجميع لأن الرخصة عامة، ولكن الأقوياء إذا كانوا يستطيعون البقاء إلى صلاة الفجر والدفع قبل طلوع الشمس فهذا أفضل لهم. من يستطيع البقاء فالأفضل له أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله بعد صلاة الفجر ثم يفيض إلى منى قبيل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا كان ما يستطيع البقاء بعدهم فإنه يذهب معه. نعم.